من أبوهن أبوهن الشيخ بلال أمهن أستاذتي أين بيتهن بيتهن قريب من المدرسة. جيد. تمارين: حول المبتدأ في الجمل الآتية إلى جمع كما هو موضح في المثال. So change the mubtada in the following sentences to جمع, to plural, just as it's clarified in the example. مثال: هذه بنت, هؤلاء بنات. تفضل. هذه طالبة, هؤلاء طالبة. طالبات. 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 هذه مدرسة, هؤلاء مدرسات. نعم. هذه طبيبة, هؤلاء طبيبات. هذه مسلمة, هؤلاء مسلمات. هذه زوجة, هؤلاء زوجات. هذه أخت, هؤلاء أخوات. هذه فتاة, هؤلاء فتيات. هذه جريدة, هؤلاء جدد. هذه كبيرة, هؤلاء كبار. هذه صغيرة, هؤلاء صغار. هذه طويلة, هؤلاء طوال.